الله يبارك لك يا أمي، يعني النصايح اللي حضرتك بتقوليها قد إيه بتخلينا بتوجهي نظرنا لاتجاه اتجاهات أخرى، مش اتجاه واحد، اتجاهات أخرى اللي ممكن الواحد يقول إيه طب ما أنا كده يعني أفكني منه. لا، هو في الآخر الاتجاهات الأخرى دي هي دي اللي هترجعه في يوم ما، صح يا أمي؟ صح صح طبعا، ربنا يبارك صح لك. طبعا يا بنتي، ربنا يبارك لك، ربنا يلطف بينا يا رب، آمين. المشكلة التالتة، أنا 35 من عمري، امرأة عاصية خاينة لا تصون العيش والملح، زوجي مسافر وأخوه الأكبر متولي أمورنا تماما أنا وأولادي، وللأسف كان يلاحقني إلى أن استسلمت له عدة مرات لأنه كان مستأوي علينا جميعا. عاد زوجي الطيب، لا إله إلا الله، أيوة، عاد زوجي الطيب لم أتحمل ما فعلت ومرضت مرض شديد، وكان زوجي هو القائم بي في مرضي، شاهدت كثيرا وهو يدعي الله أن يرزقني الشفاء، امتنعت عنه لأنه أطهر وأنقى إنسان، وقررت وضع حد لمعاناتي، وخاصة لما بدأ أخوه الكبير يبتزني وكأني حقه، اعترفت لزوجي بكل شيء وتبت إلى الله، سامحني وستر عليا، سيبنا البلد بحالها لأنه تعرض لمقاطعات وإهانات من أهله وأخوه ووالده، عايزة أرد له الجميل، عايزة أرد الجميل للراجل ده إزاي؟ سابني مع أولادي أعيش وسطهم ومعاهم ولم يفضحني، بس يا ترى ربنا سامحني؟ أنا عاجزة عن الكلام يا حبيبتي. يعني توبتك إن شاء الله تكون نصوحة، وأنا إن شاء الله حاسة من كلامك بده، وافتكري إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. توبتك نصوحة إن شاء الله، لأني بستشعر بندمك، أنت أقلعتي عن الذنب وهو مش بإيدك، ده قهر وتسلط يعني من إنسان جبروت، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لن يتركه، والله هذا الرجل لن يتركه، يعني حيذوق من نفس الكاس. فأول حاجة أنت الحمد لله بفضل الله تعالى أقلعتي تماما وندمتي ندم شديد، وبدأتي الوقت البدائل الراقية، عارفة البدائل الراقية، هذا الرجل تبقي تحت رجليه، مش كلام، تحت رجليه بحق، لأنه إنسان راقي، إنسان يتقي، إنسان عارف ربنا، إنسان عارف ربنا صح، وفاهم برضو إن أخوه له سطوة وفي نوع من الغلظة والشدة اللي تخليه يقدر يسيطر على أي حد، يعني هو الراجل مدرك وفاهم. بس الخطأ بقى الحم الموت، الخطأ إن أنت تسيب مراتك في وسط، يعني أنت عارف وضع زي ده المفروض ما تسيبش مراتك هناك. عموما أنا بقول لك يا بنتي، يعني خليكي على الطريق، دوري على كل اللي يسعده وابدأي اعمليه، كل حاجة تفرحه، كل حاجة تسعده، حاولي يعني تعوضي ده في ولادك، ربيهم أحسن تربية. وزي ما بقول لك كده، هذا الرجل ملك كريم، كونوا ستر. ويحضرني في هذا المجال أن واحد كان شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية وقال له قل لفلان أنت معي في الجنة، قل لفلان أنت معي في الجنة، مرتين يقولها له يعني يومين ورا بعض. فراح الراجل ده بيقابله في المسجد، فقال له يا أخي أنت بتصلي معايا وبنشوف بعض في الصلاة، أنت بتعمل حاجة أنا ما أعرفهاش؟ فقال له خير، قال له أنا شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرك إنك معاه في الجنة، إيه العمل العظيم اللي أنت عملته عشان يحصل كده؟ يعني الرجل طقطق برأسه، لكن العمل العظيم اللي عمله إنه سطر على زوجته ولم يفضحها. فهذا الرجل إن شاء الله ربنا يبارك لك فيه ويطرح فيه البركة، وإنتوا الاثنين بقى لابد تقوموا بدوركم الواجب في تربية أولادكم. خلوا بالكم دورنا كبير قوي، لابد من تربية واعظ الله في قلوب ولادكم، لأن اللي هيمنع وحيحمي هؤلاء، اللي هيحمي عيالنا، إن إحنا نربي فيهم الضمير،